ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء. والحقيقة في أي مؤسسة أو أي شركة من الشركات الجميلة الناجحة اللي احنا بنسمع عنها، بيبقى أهم عنصر فيها أساسي في نجاحها هو الإدارة. والحقيقة في الفترة الأخيرة سمعنا عن شركات كتيرة جدا شغلتها هي الإدارة، يعني حضرتك إيه بزنسك؟ أنا بدير، أنا شغلتي الإدارة. مجال جديد على المجتمع المصري، مجال جديد وناجح جدا، وكل اللي حاول أو كل اللي جاب شركة إدارة تدير شركته فعلا بيشيد بهذه الفكرة إشادة قوية جدا. النهاردة معانا ومعاكم شركة مهمتها إنها تدير البراندات والبراندات القوية. معانا ومعاكم النهاردة شركة سفينكس لإدارة المشروعات. معانا ضيفين النهاردة، بنرحب بحضراتكم. معانا ومعاكم المحاسب محمد غريب، أهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا. ومعانا الأستاذ أحمد الجميعي، أهلا وسهلا بحضرتك. حضراتكم أصحاب فكرة شركة سفينكس لإدارة المشروعات. تمام. عايزين بقى في البداية أستاذ محمد، حضرتك دورك إيه في الشركة؟ أنا المدير التنفيذي للشركة والمسؤول الأول عنها. الفكرة بتاعت الشركة نفسها بتعتمد في أساسها على تجربة إحنا خدناها قبل كده. تمام. ونجحت وسبناها، فقررنا إن إحنا نعمل حاجة خاصة بينا برايفت. إحنا أصلاً أنا مدير حسابات شركة مارسيليا للتجارة والمقاولات، مجموعة شركات مارسيليا. ما شاء الله. والأستاذ أحمد. أنا المدير المالي لشركة سفينكس. جميل. وحالياً أنا رئيس قسم الموازنات التخطيطية لشركة مارسيليا للتجارة والمقاولات. جميل جدا. فالموضوع احنا حبينا نعمل حاجه برايفت. يعني ايه الفكره؟ كلموني على الفكره، ازاي جات لكم؟ هقول لحضرتك الفكره كلها بتعتمد على ان اي مشكله، اي شركه المشكله الاساسيه فيها بتبقى الاداره. فعلا الاداره بتبقى عامله هيدك على الاونر بتاع اي مؤسسه ان هي ممكن تبوظ الدنيا كلها. احنا الفكره جت ان احنا جربنا في شركه معينه ان احنا عملنا اداره ودرنا ونجحنا وسيبنا المشروع دوت، وقررنا ان احنا نعمل الشركة بتاعتنا وان احنا نعرض يعني يبقى الموضوع موضوع خدمي اكتر. بالزبط. ما هوش مقصود منه الربح بالصفة الاساسية، ان انا مثلا انت عندك مشروع انت مش عارف تديره، انت هتديهولي انا هديرهولك. في الاخر انت هدفك ان انت لما بتعمل مشروع استثماري انت عايز تنجح. أكيد. انا كمان انا عايز انجح، بس أكيد. انا هنجح بطريقتي، ان انا بعرف ادير، انا شاطر ان انا ادير. برافو. فانا هاخد منك مشروعك هتكفل بيه من الالف للياء، يبقى انا كده هبقى شريك معاك. انت نجحت احنا بقينا شركاء في النجاح. جميل. احنا فشلنا احنا كلنا فشلنا، او المنظومه كلها وقعت، وان شاء الله ربنا ما يجيبش حاجه زي كده ان شاء الله باذن الله. ده بيبقى مثلا بالاتفاق مع الاونر ان بيبقى فيه مثلا نسبه معينه في الربح او كده، وكل ما بتزيد النجاح وكل ما بيزيد الربح كلنا بننجح، بيزيد النسبه. اكيد اكيد كلنا بننجح. بالظبط. ومش شرط يبقى في جميع المجالات، يعني مش شرط ادير جميع الاقسام، ممكن اتخصص في جزء بس في الاداره، يعني ممكن اللي هو بمسمى الاوت سورسنج، ممكن اعمل اوت سورسنج للاتش ار بس، للماركتنج، للفاينانشال بس. على حسب بتبقى كل اداره هي محتاجه ايه. تمام. حسب المؤسسه بالزبط. عندها مشكله في ايه؟ يعني في مؤسسه عندها الادارات كويسه وعندها مشكله في اتش ار، بس ما عندوش اتش ار، ما عندوش اداره الاي تي مش قويه. تمام. فاحنا ودي مش يعني ممكن ما يبقاش مجالي، يعني انا مش مجالي اي تي، بس انا اعرف اجيب حد اللي هو يكون كواليفايد ان هو يدير الحته دي وينجحها، فهو طالع برضو من تحت مني انا. ممتاز. فالاداره متنوعه، مش معنى كده ان احنا بندير كل حاجه، لا احنا معانا بنجيب العناصر اللي تقدر تتولى الحته دي. ممتاز. واحنا عندنا الحمد لله الكفاءات اللي تقدر تعمل الحاجات دي الحمد لله. طيب اكيد كاي شركه في بدايتها بيقابلها صعوبات، يا ترى ايه الصعوبات اللي واجهت حضراتكم في بدايه الشركه او في بدايه انشاء الشركه؟ فكرة الاوت سورسنج في مصر مش منتشرة زي بره. ممكن في شركات اتخصصت بس في مجال معين. تمام. يعني في شركات، ما فيش شركة مثلا اتخصصت في جميع المجالات. تمام. اللي هو انا اقدر امدك في كذا حاجة. أوكي. لا، في مثلا شركات كتير اوت سورسنج بس هيومن ريسورسز بس، لكن فاينانشال قليل. الماركتنج برضو في شركات ماركتنج فقط. بس لكن هي ان شركة تضم جميع المجالات وتقدمها دي تعتبر ممكن قليلة في مصر. الفكره كمان في ان الشركه بدات في وقت صعب، يعني احنا الشركه اسسناها مع بدايه الكورونا. لسه كنت هسال حضرتك، يعني انا عرفت ان انتوا بتديروا براندات هايله جدا
في المطاعم ونجحتوها بالفعل الحمد لله في اكتر وقت كان وقت صعب جدا وقت الكورونا. وقت تأسيس الشركه اصلا قرار انشاء الشركه في الوقت ده كان اصعب قرار، بعد كده اي حاجه بعد كده سهله. كان عندنا مشكله في السيوله اتحلت تمام، لكن قرار ان انت تفتح شركه وتنزل تعرض نفسك في السوق. يعني دلوقتي انا سلعه، يعني انا حد خدمي، فانا لو علي عرض وعليا طلب او معليش عرض ومالي، يعني انا بعرض على حسب الطلب اللي انت بتديهولي. اكيد تنزل في سوق الدنيا كلها واقفه مفيش شغل، ان انت تغامر تعمل حاجه زي كده، هي كانت محتاجه، هي دي كانت المغامره والريسك اللي في الموضوع. ودي حاجه جميله، يعني دي شجاعه منكم والحمد لله، ودي حاجه مميزه جدا. الموضوع كويس الحمد لله. من ضمن الشركات اللي حضراتكم ماسكينها او بتديروها عندنا مطعمين ذا تراك وتكساس، اوكي تمام، افكارهم مختلفه. هل دي مقصوده من حضراتكم؟ لا خالص، مش يعني احنا كده كده احنا مش متخصصين مطاعم، بس احنا بندير في جميع المجالات. يعني عندنا استعداد ندير جميع المشروعات. تراك مختلف شويه ممكن عن تكساس، يعني لان تراك عربيه كارافون تمام، بس هو فكرته برضو فكرته حلوه جدا. مول يعني هو واقف قدام المول؟ جوه المول. او ماي جاد، والعربيه بتتحرك، يعني انت ممكن تنقليها من مكان لمكان. يعني هي ذا تراك دي فعلا عربيه كبيره؟ لا، اتوبيس. اتوبيس 28 راكب متفضي ومجهز من جوه بالمعدات، الناس بتقف جوه بتشتغل من جوه وتسيرفس على الناس من بره. معانا تليفون مستر شريف حليوه، رئيس مجلس اداره مجموعه شركات مارسيليا العقاريه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا فندم، واهلا بالاساتذه اللي معاكي، ومنورين الشاشه ومنورين الدنيا كلها يا فندم. بجد حضرتك اللي منورنا النهارده بالمداخله الجميله دي. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. انا حبيت اتصل علشان اشكر الشباب، واتمنى شباب مصر كلهم يكونوا زي الشباب اللي عند حضرتك، ودولت كانوا عاملين انجاز معانا في كوركوفادو وفكر جديد، وشباب انا بتمنى لهم باذن الله ليهم مستقبل جيد في بلدنا ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله تبارك الله. هم داروا مع حضرتك كوركوفادو؟ يا فندم داروا معايا كوركوفادو يا فندم، وداروا معايا ثلاث نقط كبار يا فندم، وناجحين جدا يا فندم، ومن الناس اللي معروفه دلوقتي حاليا في السوق عندنا في اسكندريه، ومن الناس اللي بقى ليهم بصمه في الاداره، وتعلموا الناس والشباب، وعلموا شباب كتير عندي يا فندم، كانوا كلهم شباب خريجين يا فندم سياحه وفنادق، وعلموهم يا فندم، وعلموا شباب برضو من الماليه، في الماليه برضو يا فندم، وهم شباب مجتهدين جدا، وانا اتمنى كل الشباب في مصر يبقوا مثال، محمد وزميله يبقوا مثال ليهم يا فندم. ما شاء الله، طبعا شهاده جميله من حضرتك طبعاً. ومن كيان زي حضرتك، شركه مارسيليا ده كيان هايل في مصر، وكيان ليه وزنه، لما تبقى شهادة حضرتك فيهم يبقى بالوضع ده، يبقى فعلا هم مميزين جدا. لا هم مميزين يا فندم، ولسه على مستقبل جاي ان شاء الله، وهم مجتهدين وهم محترمين جدا، وبيعملوا شغل كويس جدا، وشغل ممنهج، وإدارة ممنهجة، وإدارة بعلم، ما هياش موضوع ان هم بيديروا فقط لغير، وممكن الإدارة تيجي بالصدفة البحتة مع اي حد ينجح، لكن أكيد. تكون إدارة ممنهجة وتكون إدارة بعلم ده في هذا المجال، واحنا بيبقى شيء مميز جدا اكيد. والمجال ده طبعا عندنا احنا كمجموعه مارسيليا عندنا كذا حاجه فيه تمام، فكان اول اداره تدير معانا اداره ممنهجه وعارفه نفسها بكره عندها ايه. ممتاز، وميرسي جدا لحضرتك، وميرسي على المكالمه الجميله دي. متشكرين لبرنامجكم، برنامجكم بصراحه انا متابعه، برنامج جميل، وربنا يكرمكم، وعايزين منكم بقى المزيد والمزيد في البرنامج زي الشباب اللي عندنا كده. ميرسي جدا لحضرتك، مع حضرتك يا فندم. ميرسي جدا لحضرتك، ميرسي جدا جدا على المداخله الجميله. عايزين بقى نتكلم عن ذا تراك، اوكي؟ احنا كنا بنتكلم ان هو عربيه كبيره، اوكي؟ الفكره جت ازاي؟ هو الاونر بتاع تراك هو قبطان بحري، مسافر كتير وشاف مدن كتير في العالم. هي القصة في مصر مش منتشرة قوي ومش معمولة بالشكل ده فعلا، يعني حتى لو معمولة هنا بتبقى حاجات صغيرة وعشوائية، ما بتبقاش منظمة زي ما القبطان عادل فكر في الفكرة ان هو يعملها. هو عنده شركة ملاحة، فعنده اتوبيسات كتير، الفكرة عجباه،
كان عنده بعض المشاكل، المشروع ناجح ما فيهوش اي حاجه، وعنده بعض المشاكل فهو مش فاضلها، مش فاضلها بالظبط، مش فاضلها، بالظبط. فهو اختار ان هو انا اجيب حد يديرها حد يرفع من عليا الهيدك ده، والمشروع ناجح، المشروع مسمى. يعني المشروع كان طلع في التلفزيون قبل كده برضو مع استاذ جميل عمرو اديب، جميل وكان منتشر، وكان محافظ اسكندريه موجود فيه، ما مشروع شاء جميل. الله. اه حبة المشاريع حاجات بسيطة، وابتدينا نشتغل عليها واحنا متولينها دلوقتي، وربنا يساعدنا ان احنا ان شاء الله نعمل للراجل ده حاجة كويسة. ان ابطال عادل من الشخصيات الجميلة جدا 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 اللي ممكن تتعاملي معاه، ما شاء الله. ربنا يحفظه هي يعني. ذا تراك بقى ممكن تنتقل من مكان لمكان ولا هي ثابته في مكان واحد؟ لا لا، هي العربية متحركة. بتتحرك بتتحرك. طيب عايزينكم بقى تكلموني على المنيو بتاع ذا تراك. احنا معانا الشيف النهارده. ازيك يا شيف؟ شيف علي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بتعمل لنا حاجات جميله بقى من ذا تراك. انا مش هطول على حضرتك، هعمل لك كام ايتم كده، هعمل لك فراخ وهعمل لك لحم وهعمل لك سوسيس. دي الحاجات ان شاء دي الله بتتقدم تعجب حضراتكم ان شاء الله. انا شم الريحه بجنن يعني، لن تتخيلوا الريحه في الاستوديو عامله ازاي. هايله ما شاء الله. تسلم ايديك يا شيف. تسلم يا فندم. حابين بقى حضراتكم تكلمونا على المنيو بتاع ذا تراك، ومعتمدين فيه على الاكل الايه؟ قبل بس بنتكلم عن المنيو، انا حابب بس اقول حاجه كده اتفضل. عشان دي لازم اتفضل. تتقال. اتفضل. الراجل اللي كان بيتكلم ده ليه فضل كبير قوي علينا، يعتبر هو اللي مربيني، وانا استاذ شريف. يعتبر هو اللي مربيني ويعتبر ابويا التاني. تمام. ودي الشهاده اللي شهدها لي دي انا واحمد، دي شهاده كبيره جدا جدا. استاذ شريف حد طموح جدا، من رجال الاعمال اللي موجوده في مصر شركة القليلين. شركة مارسيليا كل الناس عارفاها طبعا، طلعت منطلقه زي الصاروخ ما شاء الله. في ناس بقى لها سنين مش عارفه توصل لمارسيليا. ده بيدل على قد ايه الانسان لما بيتعب ولما بيدي لشغله كل طاقته، ربنا عمر ما ربنا بيخذله. هو انسان طموح جدا ما شاء جدا الله. يمكن ما شاء الله. وقلبه جامد في التجاره ما شاء الله. يمكن انا خدت منه الموضوع ده ما شاء الله. القلب الجامد في التجاره، التجاره محتاجه قلب جامد. ايوه. بالنسبه للمنيو بتاع تراك، تمام، هو بيعتمد في الاساس الفكره ان مش محطوط في زاويه واحده، يعني في تنوع في ذا تراك في الاكل. اوكي. ودي اللي عامل له اللمسه المختلفه عن غيره. تمام. انت مثلا في هو واحد بتاع فراخ بس، في برجر بس، في مشويات بس. التراك معتمد على اللي هو مش collection. لازم تقعد. اه يعني انا ممكن اخد واتمشى انا واصحابي مثلا، مش بالضروره ان انا هقعد. يعني هو المكان بس انا شفت في الفيديو فيه قاعده، في قاعده موجوده. بس انا مش انت القاعده انت هتحبها عشان انت قاعد في حاجه مختلفه. اكيد اكيد. لكن في دلوقتي الشباب والاطفال والعائلات ممكن انا اخد واطلع امشي. فانا يعني في معظم المطاعم لا، انت مطلوب منك ان انت هتاخد وتقعد عشان الدنيا هتتبهدل منك. لا، حتى الباكينج بتاع تراك شكله شيك، حاجه سيمبل كده، حاجه جميله يعني. عندك بتاع حاجه تتاكد شكلك متيم ذا تراك يعني. بيتكلم برومانسيه لا جدا. لا لا، تراك جميل. ما شاء الله تبارك الله. على فكره تراك بالنسبه لي تشالنج مش اكتر. ما شاء الله. الفكره ونجحت في التشالنج ده، واحنا لان احنا حاجات مش طبيعيه. كل البراندات اللي بتنزل معانا احنا بنلاقي الناس المميزه جدا في مجالها. اكيد. فاحنا ما شاء الله سالنا عرفنا ذا تراك واخد سمعه هايله. انا عايزه اروح للشيف عشان الاكل بتاعه شاددني جدا جدا. يامي يامي. قول لنا بقى يا شيف انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ده سوسيس. اوكي. ده سوسيس. اوكي تمام. انا عملت لحضرتك فريتة فراخ. تمام. وعملت شاورما لحمه، وهعمل لحضرتك هوت دوج بيكون. تمام. بياخد صوص باربيكيو على النار مع بصل ومع فلفل جوليان. ان شاء الله يعجب حضرتك باذن الله. لا هايل ما شاء الله، ريحته تجنن. طيب انا شايفه البريد او العيش. اوكي. انتوا بتعملوه ليكوا مخصوص؟ ايوه فن. يعني انا شايفاه مميز. ده بيتعمل لذا تراك مخصوص ولا معمول لينا مخصوص؟ ممتاز ممتاز. احنا بنتعاقد مع شركه بتورد العيش لتراك. تمام تمام. وبتعمل لكم حاجات مخصوصه. ايوه. جميل قوي. الرسبي انا شايفه بتحطوا فيجيتابلز كتير، فدي حاجه بتبقى هيلسي عشان الهيلسي، عشان ما يبقاش كله معتمد على الفاست فود، جانك فود او الفاست فود. اوكي. يعني اي حد عايز كده ياخد وجبه جميله ولذيذه وسريعه سريعه. تمام. عندك شغل، عندك حاجه، على طول تشتري من ذا تراك. طبعا.
اكتر طبعا طبعا. تراك كمان في ديليفري، انت ممكن تطلب من على الموبايل الحاجه بتوصل لك لحد مكانك، مش شرط تتحرك من مكانك. جميل جدا. يعني دلوقتي يا جماعه كل اللي شايفنا دلوقتي الارقام بتاعه الدليفري، ارقام الدليفري موجوده على الشاشه وعناوين ذا تراك. اي حد عايز ياخد وجبه سريعه وجميله وطعمها يجنن على طول اطلب ذا تراك. لا انا هخلص الحلقه دلوقتي عن اذنكم بقى. الاكل يجنن ما شاء الله. ميرسي لحضرتك، ربنا يخليك، بجد حلو جدا، هايل. ده باربيكيو صوص. باربيكيو. اوكي. يامي يامي. عندنا الجبنه الملك بتاعتنا. تمام. انا من عشاق الجبنه الملك. انا من عشاقها انا كمان. تجنن. ايوه وتوصى بقى بيها. حلو جدا. هيعجب حضرتك ان شاء الله. ايه ده شكل الساندوتش بعد ما خلص؟ اوكي مفيش طبق او حاجه. عايزه اوريه للكاميرا. بعد ما خلص الساندوتش شكله يجنن جدا. زي ما قلت لحضراتكم اللي عايز يجرب اكل ذا تراك مش هيندم ابدا. قدامك كتير يا شيف؟ لا خمس دقايق بس. اوكي. في حاجات مختلفه في ذا تراك حضراتكم حابين تضيفوها؟ الفكره، الفكره مختلفه فعلا. ناويين تفتحوا فروع تانية؟ ان شاء الله احنا خلال الثلاث شهور اللي جايين دول، يعني من هنا لحد شهر 9 ان شاء الله هيبقى معانا ثلاث فروع في القاهره. فان شاء الله لسه ما خدناش قرار في موضوع القاهره ده، بس ان شاء الله هيكون في واحده في القاهره وفي اثنين في اسكندريه. وزي ما قلت لحضراتكم ان شركه سفينكس لاداره المشروعات بتدير مطعمين هايلين جدا. اول واحد كان ذا تراك. استنونا بعد الفاصل عشان تشوفوا مطعم تكساس. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء. طبعا قبل الفاصل عرفت حضراتكم ان شركه سفينكس لاداره المشروعات جايبين النهارده اثنين امثله لاثنين براند هي اللي بتديرهم. البراند الثاني الحقيقه هو براند لمطعم اسمه تكساس. والحقيقه احنا بنفرح جدا لما بنلاقي الشباب المصريين الجمال. الشباب دول بيسافروا بيشوفوا افكار جميله بيحاولوا ان هم ينقلوها لمصر بشكل جميل وبشكل يطور في مصر وبيطور في الصوره العامه لمصر. معانا ومعاكم صاحب براند تكساس او مطعم تكساس المهندس شريف عبد الغني. اهلا وسهلا بحضرتك. عبد المنعم. هشام عبد المنعم، انا اسفه. المهندس هشام عبد المنعم اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. وحضرتك يا استاذ احمد بقى معانا من الفقره الاولى. مطعم تكساس. تمام. حضرتك الفكره بتاعته جات لك ازاي؟ والله بص يا فندم، انا كنت قاعد فتره في امريكا، فمن هناك بدات اشوف وازور كذا مطعم وكده. فمن ضمن المطاعم اللي انا زرتها كان مطعم بيعمل امريكان ستيك برجر. ده كان حاجه جديده وما كنت شفتها في مصر، فبدات ان انا اسعى وراها ان انا احاول اشوف حد هنا مصنع يكون بيعمل الستيك برجر ويساعدني في ان احنا نعمل الفكره دي في مصر. ممتاز. بس فبدات انفذها وبدات بقى اضيف عليها عشان هم بره في امريكا بيعملوا الستيك برجر بيعملوه ستاندرد خالص، بيحطوا بس عليه خس وطماطم وكده. انما انا لما جيت هنا مصر عملت الستيك برجر بس بالفكر المصري. بدات اضيف عليه تشيز، بدانا نضيف عليه موتزاريلا ستيكس، بدانا نضيف عليه مشروم، بدانا نعمله بالطريقه شويه المصريه مع الامريكان ستيك برجر اللي هو اللحمه نفسها تبقى ستيك برجر يعني. طيب يا ترى ايه اللي بيميز المطعم بتاع حضرتك عن اي مطعم تاني بيقدم ساندوتش برجر؟ والله بص حضرتك، لو حضرتك سالتي اي حد ممكن يكون جرب المطعم عندنا هيقول لك اللحمه دايما عندنا مختلفه شويه، لان احنا بنستخدم لحمه. انا جربت. بنستخدم لحمه بيور 100% ونسبه الدهن قليله جدا، وفي نفس الوقت بيتعمل بطريقه معينه ما تفرولش معاك اللحمه، ما تحسيش ان انت بتاكلي لحمه مفرومه شويه، لا بتحسي ان انت ستيك برجر يعني على الطريقه الامريكيه شويه.
طيب كل المكونات اللي حضرتك بتستخدمها في المنيو بتاعت حضرتك تمام. هل كلها مصريه ولا في حاجات مستورده؟ كلها مصريه. إيه، انتوا عندكم برضو حاجه تشوز يور ساندويتش. ده انا شخصيا عندنا. حبيتها جدا ان انا ادخل يعني مزبوط. دي فكره فعلا يا جماعه هايله جدا، بتدخلي بتختاري المكونات بتاعت الساندوتش بتاعتك على حسب التيست اللي انت عايزاه او اللي انت بتحبيه، ففكره حلوه جدا يا فندم. مظبوط، هي الفكره دي موجوده وفي ناس كتير بتحبها، ان انت ممكن تختاري الانجريدينت كله بتاع الساندوتش بتاعك على حسب انت بتحب ايه، كصوص بتحب ايه، كمشروم بتحب ايه، كل حاجة انت تقدر تختارها جوه الساندوتش على مزاجك كله. حلو جدا. طيب بالنسبة بقى للمنيو بتاعت المطعم تمام اوكي، فيها حاجة غير البرجر او يعني حضرتك حابة ان حضرتك تكلمنا عن المنيو بتاعت المطعم؟ تمام، بصي مبدئيا هو انا اصلا المجال ده ما كانش مجالي، انا مجالي اصلا انا عندي شركة ادفرتايزنج اسمها براش في اسكندرية، ومجال المطاعم دي ما جاتليش غير لما انا سافرت امريكا وكده، فبدات ان انا اسعى فيه، وطبعا معايا اصدقائي وشجعوني دايما في الموضوع وهم دايما واقفين معايا وفي ظهري يعني، فبدات ان انا اشتغل على الفكره وبدات ان انا افتح المطعم والدنيا الحمد لله كويسه، وبدانا نشتغل على الانجريدينت بتاع الساندوتش عن طريق ان انا في كذا شيف بدات ان انا الجا لهم، وايه رايك نعمل تيستات ونحط ده على دوت ونجرب، وبدانا نجرب وعملنا تيست مع اصدقائي وكده، ولقينا الحمد لله قبول وبدانا نفتح وعملنا منيو كويس الحمد لله. ممتاز. لا المنيو هايل بصراحه. انا بجد يا جماعه جربت مطعم تكساس، بجد لو حبيت انقل لكم تجربتي، الاكل حلو جدا، فريش جدا تمام، وبعدين كتير يعني انت تشبعي، انت لو واخده اولادك هتاكلوا وتشبعوا هيفيد منكم. وفي حاجه حلوه قوي بيعملوها بقى، الساندوتش كبير جدا فبيدولك جوانسي اوكي، علشان هم عارفين ان في حاجات هتنزل وتلغوص من كتر الحاجات اللي هم حاطينها، فبجد تجربه ممتعه جدا، كانت مختلفه تماما عن كل مطاعم البرجر. كمان الستيك حلو قوي لا ما شاء الله، بتحطوا الحاجه بوفره. مظبوط، هو ده كان اهم حاجه عندنا، كان مبدانا ان احنا مش مهم نكسب في الاول، بس المهم ان احنا نعمل حاجه ترضي العميل. بالظبط. كمان المكان والقعده، القعده حلوه جدا، وعندكم المكان واسع واللوكيشن كمان حلو جدا، يعني من كل الجهات لو فكرتي في خروجه فعلا انت هتتبسطي بالقعده وهتتبسطي بالتيست جدا جدا جدا، وحتى الديكوريشن مختلف، الديكوريشن يجنن كله فعلا، امريكان كله. انا عملته الحمد لله واحده واحده بايدي بمساعده اصدقائي بس، فلو حتى حضرتك قاعده في المطعم تحس ان انت قاعده بره مصر اصلا. فعلا ده فعلا احساس جالي وانا قاعده في المطعم. المطعم هايل جدا. طيب بما ان المطعم عند حضراتكم من اداره او اداره دلوقتي شركه سفينكس لاداره المشروعات، مظبوط، ازاي اولا شركه سفينكس تعرفت على مطعم تكساس، وقولوا لي بقى ايه الحاجات اللي انتوا طورتوها في المطعم؟ تمام، اول حاجه انا وباشمهندس هشام يعني اصدقاء تمام، هو زي ما حضرتك عارفه ان هو بزنس مان متخصص في مجال الادفرتايزنج اكتر، فهو كان لما رجع من امريكا كان عايز يفكر يفتح بزنس جديد في المطاعم وكده، فبدا يشتغل فيه، بس واحده واحده انشغل في البزنس الاساسي بتاعه، فبدا يفكر في شركه تدله المطعم بحيث جميع الاقسام بتاعته يعني. ممتاز، بالظبط، سواء اداريه سواء موارد بشريه ماليه وكذا، فدي دي الفكره اللي بدات خلتنا نتعاون مع بعض بس، وبدانا مع بعض، وحاليا في فرعين وان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في فروع في القاهره. ايوه باذن الله، في موضوع القاهره ده ان شاء الله باذن الله. ده بره مصر كمان، انا بعمل فرع ان شاء الله قريب في انجلترا، وبعمل فرع في القاهره باذن الله. لا يجنن. نعم. حلو جدا ما شاء الله تبارك الله. باذن الله. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء، وطبعا اثناء الفاصل الشيف خالد، اهلا وسهلا بحضرتك يا شيف. حضرتك
بجد عمل لنا حاجات تجنن، عمل لنا حاجات يامي يامي. عايزين حضرتك بقى تقول لنا يا ترى عملت لنا ايه؟ طيب هو اولا بس حاجه صغيره خالص، اوكي، اشكر لدارة شاطره جدا اشتغلت معاها. اشتغلت مع دارة ناجحه جدا جدا جدا، استاذ محمد غريب، استاذ احمد الجبائي، مستر شاي، يعني لولا الناس دي ما كنتش بقيت واقف مع حضرتك هنا. فاحنا بنقدم عندنا طبعا البرجر زي ما استاذ هشام فاهم حضرتك، تمام. ده مثلا نوع ساندوتش عندي، ايتم من الايتمات ده، ساندوتش اسمه تكس ميكس برجر. ده عباره عن تكس ميكس برجر، تمام. ده عباره عن برجر بياخد صوص مشروم، طبعا مشروم فريش، بياخد فرايد موتزاريلا، بياخد ميلت تشيز، وبياخد الصوصات بتاعته على حسب التشويس بتاعت العميل، او احنا لينا عندنا التشويس بياخد نوعين صوص، بياخد صوص سويت تشيلي وبياخد صوص باربيكيو. انا شايفاه هايل بصراحه. هو ده الهيت ساندوتش عندنا. ده الهيت ساندوتش، اوكي. هو ده الهيت ساندوتش بتاع مطعم تكساس، اوكي. هايل بجد، شكله يجنن. تمام، والطبق الثاني؟ والطبق الثاني ده نوع من انواع الابيتايزر عندنا، الاونيون رينج. الاونيون رينج يعني بيخاطب فئه كبيره، اطفال او شباب، او يعني كل الناس بتحب الاونيون رينج لان هي وجبه خفيفه ووجبه سريعه جدا، ودي من ضمن الحاجات الابيتايزر عندنا اللي عندها اقبال كويس جدا على المبيع، ودي بنشتغلها فانا قلت اقدمها النهارده. هايل جدا. الطبق الثالث؟ والطبق الثالث ده نوع برجر عندنا اسمه كلاسيك مانش. الكلاسيك مانش ده برضو بيخاطب ناس كتير، الاطفال ما بيحبوش ممكن الصوصات، ما بيحبوش انواع كتير في ال، انا ابني بيعشقه على فكره، في الزيادات في الساندوتش. فهو ده عباره عن ساندوتش بياخد الخضار بتاعه عادي جدا، وبياخد جبنه امريكان تشيز، وبياخد صوص مايونيز، وده الساندوتش عادي، ده الكلاسيك مانش بتاعنا. دي حاجه يعني اللي بتناسب جميع الفئات عندنا يعني. بجد هايل، والاكل تحفه، وحلقه تجنن بصراحه. ما كنت مبسوطه جدا مع حضراتكم. في نهايه حلقتنا مشاهدينا الاعزاء بنشكر مستر هشام عبد المنعم، مهندس هشام عبد المنعم، اتشرف لي فندم بجد، وبجد المطعم هايل. وبنشكر كمان بنشكر كمان حضرتك يا استاذ محمد واستاذ احمد، استاذ محمد واستاذ احمد، وشركه سفينكس لاداره المشروعات، ومطعم تكساس زي ما احنا شايفين. وكمان بنشكرك يا شيف خالد. مشاهدينا الاعزاء، اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. ان شاء الله نشوفكم على خير في نفس الميعاد الجمعه الجايه، واشوفكم على خير.